بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنبدا مع بعض ليسن نمبر 8، وده اخر ليسن عندنا في الترم ده. بيكلمني عن الريسيرشز اند اللي هم الريسيرشرز اللي هم الناس الباحثين اند اكسبلوررز رايت ديجيتال ريبورتس اون ذير توبيك اوف ستادينج يوزنج مالتيبل بروجرامز. يعني الناس اللي هم بتعمل ابحاث بتستخدم حاجات كتير عشان تكتب الابحاث بتاعتها، واحنا عارفين اصلا الكلام ده. يعني مثلا بيقول لي هنا احنا بنستخدم باوربوينت برزنتيشنز، واتكلمنا عنها قبل كده. الباوربوينت از ا بروجرام فروم مايكروسوفت، شركه اسمها مايكروسوفت، هوز تاسك از بريبيرنج برزنتيشنز ثرو سلايدز، انك تعمل شرائح وتعرض المحتوى بتاعك. انت مثلا راجل بتعرض الجهاز مثلا او اختراع انت اخترعته، فبتصور الاختراع ده كذا صوره، وجنب كل صوره بتقول معلومه عن الصوره دي، تقف قدام الناس تعرض الكلام ده. اللي بيعمل لك البرنامج ده هو الباوربوينت برزنتيشن، وممكن تقرا الكلام ده اكتر تعرف عنه معلومات اكتر. الفيديو كليب، ممكن تعمل فيديو تعرض بيه اللي انت بحثت عنه، انك تعمل زي مثلا انا بعمل فيديو عشان اوري الناس الايه الشرح. فالفيديو كليب بيقول هنا you can prepare your own video as means of presenting your research that you have alone. You don't need expensive cameras to prepare video. انت مش محتاج كاميرات قوية جدا وكاميرات غالية عشان تعمل الفيديو بتاعك. انت ممكن بأقل الامكانيات تعمل الفيديو بتاعك وينجح كمان على فكرة. ممكن تحط الكاميرا وتتكلم، او مثلا تعمل مثلا تصور القطة بتاعتك او تصور الكلب بتاعك وترفعه على الفيسبوك، او والناس تحب الفيديو ده وهكذا. فمش محتاج يعني ان انت تعقد الموضوع، لا بالعكس. انت كل اللي انت عاوزه all you need is a laptop. انت محتاج لابتوب بس او موبايل فون. And you can record the video as you present your ideas. ممكن تقول فيديو عن شرحك للمادة الفلانية، انت بتعمل تجربة معينة، انت شاطر في حاجة معينة وهكذا. طيب لو انت ما عندكش الكلام ده، if none of previous tools are available، ما عندكش انت كمبيوتر وما عندكش كاميرا وما عندكش الكلام ده كله، ممكن تستخدم advertising boosters. الadvertising boosters اللي هي زي صورة كبيرة كده، الصورة دي فيها معلومات كتير، فاهم؟ Advertising booster is a way of preparing and presenting your ideas effectively. Use bright colors. استخدم ألوان to write information. دايما استخدم الألوان بتاعتك عشان تخلي الصورة شكلها. وطبعا يعني always make sure to present your ideas clearly. Also don't forget to mention the source of your information. Source of your information يعني مصدر المعلومات ايه؟ المعلومات بتاعتك. ده درس سهل جدا، بيتكلم عن الابليكيشنز اللي ممكن نستخدمها عشان نعرض الداتا. طبعا في حاجات انا سايبها تقراها، يعني حاجات تقراها، وهو اصلا الموضوع كله فهم وفهم، يعني منك ما تحفظش، انت افهم بس، والامتحان بيجي ان شاء الله في قمة السهولة والبساطة. وانا كنت سعيد ان انا معاكم في الترم ده، وبتمنى لكم من كل قلبي كل التوفيق والنجاح. كنت معاكم مستر احمد الباشا.